22 من سبتمبر من عام 1973، هبطت على مطار السيب الدولي أولى الطائرات التي تحمل علامات تسجيل عمانية، وهي طائرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وقد افتتح المطار رسمياً في 23 من ديسمبر من العام نفسه. الثاني والعشرون من سبتمبر من عام 1995، توفي في مسقط الشيخ الشاعر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن صالح بن علي الحارثي، المولود في المضيرب بولاية القابل سنة 1930. كان من أسرة أدب وفقه، أطلق عليه خلفان بن جميل السيابي لقب شاعر الشرق نسبة إلى المنطقة الشرقية من عمان التي ولد وعاش فيها. شغل عدة مناصب حكومية، وله ديوان شعر بعنوان الليالي البيض، وتميز شعره بالوصف. دعي أحمد الحارثي لحضور سباق الخيل السلطاني السنوي بالسيب، فحدث أن نفق حصان يسمى ريح الشمال، حيث سقط صريعاً بعد اقتياده إلى أمام المنصة السلطانية بمناسبة فوزه بمركز متقدم، فرثاه الحارثي بقصيدة جميلة. وبعد هذه القصيدة دعي سنوياً ليلقي قصيدة عن الخيل في سباق الخيل السلطاني، ونتج عن ذلك قصائد كثيرة عرفت بالخيليات، كما وصف بعضاً من أحداث العصر، منها حادثة زنجبار عام 1964. الثاني والعشرون من سبتمبر من عام 2000، افتتح رسمياً جامع السلطان قابوس ببهلة، حيث أدى جلالته صلاة الجمعة المباركة.